نستكمل الابدومين الليمف نود ديلينيشن، هناخد انذر كات سيكشنز وبالتفصيل. ده اول كات سيكشن هيبان فيه الليفر، ده الرايت لوب وده الليفت لوب، وده طبعا الديفرام، والديفرام هيسبريت الليفر من الهارت على الليفت سايد ومن اللانج الرايت لانج على الرايت سايد. طبعا الاسوفجاس موجود ورا الليفت لوب بتاع الليفر زي ما احنا شايفين، المفروض ليه امبريشن على البوستيرور سيرفيس اوف ذا ليفر. وبوستيرور تو اسوفجاس موجود الثوراسيك اورتا، لان طبعا طول ما الاورتا ما عداش من الاورتا كوبنينج فهو لسه موجود في منطقه المدياستاينم، يعني موجود لسه ستيل ثوراسيك. وطبعا ده الابر بارت ديت بتاعت الريكتاس ماسلز، وده الريبس، وده الكوستال كارتريج، وده الانتر كوستال ماسلز، وده الابر بارت بتاعت الاتسموس دورساي ماسلز، وده واحد من الريبس اللي موجوده، ده غالبا ريب رقم 10 لان غالبا القط سيكشن ده في يا ريب 9 يا ريب 10. وزي ما احنا شايفين الابدومال اورتا موجود انتيريورلي للانتيور للفيرتبرال بودي. القط سيكشن اللي بعديه هيبقى عندي الدايفرام انسيركل كل الاستراكشرز اللي موجوده داخل الابدومينال الكافيتي. فبالتالي لو احنا لاحظنا الدايفرام، طالما الدايفرام موجود ريليشن ليه فسمينا السيرفيس بتاع الدايفرام دي كلها دايفراماتيك سيرفيس، هيتقسم لانتيرو بارت ورايت لاترال بارت وبوستيريور بارت. البوستيريور بارت هنا ريليتد للدايفرام، مفيش حاجه فاصله عن الدايفرام، فده البير اريا بتاعت الرايت لوب. وطبعا ده الانفيريور فينا كيفا، ده الفيشرز بتاع الليجمنتوم فينوزم. طبعا الجزء اللي محصور ما بين الليجمنتوم فينوزم والانفيرو فينا كيفا ده اسمه كوديت لوب. وطبعا الليفت لوب بتاع الليفر هيبقى ريليتد للفندس بتاع الاستومك وريليتد للاسوفجاس. ما بين الفندس بتاع الاستومك اتحد مع الاسوفجاس فكونوا الكارديا، دي منطقه الكارديا ودي كارديك اوبننج. اي جزء من الاستومك هيبان قبل ما يحصل الجنكشن ده هنسميه فانتس، اي جاست عند القطة ده هينتهي الفانتس ويبتدي البادي بتاع الاستومك. موجود في الانتيرور ريليشن شيب بتاع الاستومك موجود الليفت لوب وموجود الدايفرام، هيسيباريتو عن ال هيسيباريت ال الدايفرام هيسيباريت الاستومك عن الريبس والانتركوستال ماسلز وهيسيباريتها عن الليفت لانج. زي ما احنا شايفين السبلين موجود في البوستيرور سيرفيس بتاع الاستومك، وبينهم طبعا الليجمنت اللي هو اسمه جاسترو سبلينيك ليجمنت. وزي ما احنا شايفين السبلين ليه تو سيرفيس، دايفراماتيك سيرفيس هي الدايفرام، وفيسترال سيرفيس موجود في الابر بارت بتاعه، الامبريشن بتاع الجاستريك فريتد لمنطقه الفاندس والبادي اوف ذا ستومك. طبعا انا عندي دول دايفرام، فبالتالي لسه الاورطه بوستيرور للدايفرام، فبالتالي لسه ده منطقه الميدياستاينم، يعني ده الثوراسيك اورطه لسه ما بقاش الابدومينال اورطه. ودي طبعا الريبس والانتركوستال ماسلز، طبعا احنا عارفين ان الانتركوستال ماسلز في 3 ماسلز، وطبعا ديت اللاتسموس دورساي ماسل، ودي الريب غالبا رقم 11 او رقم 10. بعد كده في القات سيكشن ده هيبان عندي الليفت كراس والرايت كراس، وبينهم الميديان اركوت ليجمنت، لسه الاورطه موجود خارج الابدومينال كافيتي. زي ما احنا شايفين في القط سيكشن ده عندي الليفر، ده الليفت لوب بتاع الليفر، ده الفيشر اوف ليجمنتوم فينوزم. فبالتالي هيبقى المنطقه المحصوره ما بين الفيشر بتاع ليجمنتوم فينوزم والفيلو فينا كيفا ده منطقه اسمها كوديت لوب او اوف ذا ليفر، وده رايت لوب اوف ذا ليفر. طبعا دي السيجمنتال برانشز بتاعت البورتال فين. الاستومك ده البادي بتاع الاستومك زي ما احنا شايفين، الانتيور سيرفيس بتاعها ليتد للانترو ابدومينال وول، فبعد الناس الترانسفيرس كل ما يديستند بيطلع انتيرلي يبقى انتيرلي للبادي بتاع الاستومك. وعندي على الليفت سايد هيبقى الجاستريك امبريشن، هيبقى الليفر هيعمل جاستريك، الاستومك هتعمل جاستريك امبريشن على الليفت بارت اوف الليفت لوب اوف ذا ليفر. وطبعا ما بينهم الممبرين او ده الاومنتوم اللي هو اسمه هيباتو جاستريك ليجمنت، هيستريتش بتوين الليفر والاستومك، ونفس الحكايه بين الاستومك والسبلين. وطبعا ده هيبقى الجريتر كيرفيتشر بتاعت الاستومك وده الليزر كيرفيتشر. على الليزر كيرفيتشرز ظهر عندي الليفت جاستريك فيزلز، وعلى الجريتر كيرفيتشر ظهر الليفت جاسترو بلويك.
زي ما احنا شايفين الاسبلين موجود في البوستيريور ليشن للاستومك، فبالتالي ده الفيسترال سيرفيس بتاع الاسبلين للاستومك، وديفراماتيك سيرفيس سيد الدايفرام هي سيباريت الاسبلين من الليفت لانج والليفت كوستو فرينيك ريسيس اوف بلورا. واحنا قلنا الابدومن الاورطه لسه ستيل اوتسايد ذا ابدومن، الابدومن الاورطه موجود انتيرور للفيرتبرال بودي، وطبعا دول الازايجاس فين، الهيمي ازايجاس والازايجاس فين. المفروض طبعا الديفرام هينسيركل برضو كل الاورجنز ديت. عندي بدات تظهر الاكسترنال اوبليك ماسلز موجوده اكسترنالي، ودي اللي هتسمى دورسايد الانتر كوستال ماسلز والريبس، وده الكوستال كارتج، وده الابر بارت بتاع الريكتاي ماسل، ودي اللينيا البا. الكات سيكشن اللي بعديه ده الاركويت الميديان اركويت ليجمنت والتو كريورا، وراها لسه الاورطه، يبقى الاورطه لسه موجود في منطقه الاب السوركس، يعني موجود في منطقه المدياستاينم. ده الليفر، ده طبعا الليفت برانش اوف بورتال فين بيبقى لونج وبيبقى سينر عن الرايت برانش، ودي السيجمنتال برانشز بتاعته، ده اللي بيدي تو برانش مين برانش، واحد رايح لاترال لللاترال بارت اوف ليفت لوب، وواحد راح ميديال للميديال بارت اوف ليفت لوب، ويرجع كل واحد منهم يتقسم سوبيريور وانفيريور وسوبيريور وانفيريور. طبعا عندي الفيرو فينا كيفا موجود في البوستيريور، موجود في البوستيريور سيرفيس بتاع الليفر، في جروف اسمه انفيريور فينا كيفا جروف. البوستيريور سيرفيس بتاع الليفر ريليتد لمنطقه البادي بتاع الاستومك، وده طبعا الليزر كيرفيتشر، وده جريتر كيرفيتشر، ده ريليتد للليفت جاستريك ليفت جاستريك ارتري. طبعا احنا شايفين هنا في اكسبشن تحصل في المريض ده، اللي ترانزفيرز كولون طالع في قدام الاستومك، وطبعا بوستيرور للاستومك موجود السبلين، السبلين له تو سيرفيسز، فيسرال سيرفيس وريليتد للاستومك، و اللاترال سيرفيس ده اللاترال بوستيرور سيرفيس دايفراماتيك سيرفيس ريليتد للدايفرام. ده البادي بتاع الفيرتبري غالبا ديت الفرق اللاست ثوراسيك فيرتبري، وده الابدومين الاورطه موجود انتيرور ليها، وده الهيم ازايجاس فين والازايجاس فين، وده الريبس والانتركوستال ماسل، دي الاكسترنال اوبليك والريكتس واللينيا البا ان بتوين، وده جزء من الكوستال كارتليج. الكات سيكشن هنا هيبان الفالسيفورم ليجمنت، الفيشر وفالسيفورم ليجمنت، وجواه راوند ليجمنت او ليجمنتم تيرز، هيفصل الليفت لوب ورايت لوب، دي بدايه البورتال الابر بارت بتاع البورتا هيباتس، فهيبان في البورتال فين موجود بوستيرولي زي ما احنا شايفين كده، ودي هيبقى شورت اند سيك رايت برانش بورتال فين، هينقسم بسرعه جدا الى تو سيجمنتال برانش، انتيرور سيجمنتال برانش وبوستيرور سيجمنتال برانش. انتيرور سيجمنتال برانش هيغذي الانتيرور بارت بتاع الرايت لوب، والبوستيرور سيجمنتال برانش هيغذي البوستيرور بارت بتاع الرايت لوب. طبعا بوستيرولي تو بوستيرولي للليفر موجود انفيرو فينا كيفا زي ما احنا شايفين، دول برانشز من السيلياك، ده السيلياك ارتري طبعا بدا يبان، والتو كليورا بداوا يفصلوا من بعض، فهتبتدي تبقى ديت الاورتيك اوبننج، يبقى كده الاورطه هيبتدي يخش، احنا جاست الاورطه دخل بتظهر السيلياك ترانك. طبعا ده البنكرياس، وزي ما احنا شايفين البنكرياس ليه هيد ونيك وبادي، ورا البنكرياس موجود السبلينيك فين، وموجود طبعا الليفت كيدني والسوبرارينال جلاند. طبعا عندي انتيرور للبنكرياس موجود الاستومك، البادي بتاع الاستومك وجوجنال لوبس والترانزفيرز ميزو كولون وترانزفيرز كولون. زي ما احنا شايفين الفيسرال سيرفيس بتاع الفيسرال سيرفيس بتاع الليفت لوب ريليتد للبادي بتاع الاستومك، وطبعا انا عندي ده الترانزفيرز كولون، وده ده الجزء من الترانزفيرز كولون، وده هتبقى السيجمنتال فينز، سيجمنتال سبلينيك فينز، ده الفيسترال سيرفيس بتاع السبلين ريليتد للتيل اوف بنكرياس، ديت الليفت ده الرايت كراس ودي الليفت كراس، وده غالبا الفيرست لامبر فيرتبري او اخر جزء في التي 12 فيرتبري، وده غالبا اللاست ريب، الريب رقم 12.
الكات سيكشن اللي بعديه هيبقى عندي البادي بتاع الفرتبري، عند الرايت كراس والليفت كراس، الابدومين الاورطه، هيطلع منه على طول السوبيرو ميزنتريك ارتري، انتيرو السوبيرو ميزنتريك ارتري، هيبقى موجود عندي السبلينيك فين والبورتال فين. زي ما احنا شايفين ده البورتال فين، المفروض الزاويه اللي بيتحط فيها السبلينيك فين مع السوبيرو فينا كيفا زاويه 90 درجه، فبالتالي القط اللي تحتيه يبقى واللي بعديه يبقى السوبيرو ميزنتريك فين يبان في القط اللي بعد ده او اللي بعديه فيرتيكال على البلين اللي احنا فيه ده. يبقى السبلينيك فين هيران في القطات بتاعتي هوريزنتال، ودايما السبلينيك فين بيبقى تورشوس شويه، وبيبقى منتفخ، بيبقى كبير، بيبقى انتيرور طبعا زي ما احنا شايفين التيل والبادي بتاع البنكرياس ومنطقه النك بتاعت البنكرياس، لان المفروض البورتال فين بيتكون ورا النك بتاعت البنكرياس. انتيرور للبنكرياس هيبقى الجوجنم، وده البايلوريك انترم والبايلوريك كانال والبايلورس، ودي طبعا الفيرست بارت بتاع ديودنم ريليتد للرايت الفيسرال سيرفيس بتاع الرايت لوب، وده طبعا منطقه البورتا باتس، فهيبقى داخل جواها التو برانشز بتوع الكومن هيباتيك ارتري، رايت اند ليفت كومن رايت برانش اند ليفت برانش اوف هيباتيك ارتري بروبر، وعندي البايل داكت، وديت النك بتاعت الجول بلادر. طبعا ده السيجمنتال برانش بتاع البورتال، ده البوستيرور سيجمنتال برانش بتاع الرايت بورتال فين. والفيروفينا كيفا موجود بوستيرلي، هتبدا تظهر عندي طبعا زي ما احنا شايفين الكدني الليفت ظهرت تماما، في حين لسه اللي ظهر البوستيرلي للفيروفينا كيفا الرايت سوبرينال جلاند. رايت سوبرينال جلاند محصوره بين الليفر على الرايت سايد، وعلى الليفت سايد الكراس الرايت كراس اوف ديفرام، وانتيرلي الفيروفينا كيفا. البورتال فين بيبقى موجود انتيرلي الفيروفينا كيفا، محصور ما بين الفيرست بارت بتاع الديودنوم والانفيرو فينا كيفا بوستيرولي. وطبعا الجوجنال لوبز موجوده في الانتيرو ريليشن بتاعه البنكرياس، عندي السبلين موجود على هنا اهوت، ده هيبقى السبلينيك فليكشر او الليفت كوليك فليكشر ريليتد للفيسترال سيرفيس بتاع السبلين. وطبعا تحت الميديال بوردر بتاع السبلين هيبقى عندي الفيسترال سيرفيس ريليتد للليفت كيدني. ليفت كيدني موجوده بوستيرولي للبوستيرور سيرفيس بتاع البنكرياس، زي ما احنا شايفين ده البوستيرور سيرفيس بتاع البنكرياس، هيران عليه السبلينيك فين، وهيكون ورا منطقه النك زي ما احنا قلنا البورتال فين. ده طبعا ترانسفيرز كولون، وبيبقى ريليتد لمنطقه الفاندس بتاعت بمنطقه قصدي البايلوراس اوف ذا ستومك، وطبعا ده الليفت لوب بيبقى ريليتد للبارت من البايلوريك انترم اند بايلوريك كانال. وزي ما احنا شايفين القط سيكشن ده غالبا اخر جزء في البورتا هيباتس. كده البورتا هيباتس انتهت، فديت الجول بلادر فصه، ديت منطقه البادي بتاع الجول بلادر، وطبعا زي ما احنا شايفين الفيسترال سيرفيس بتاع الرايت لوب ريليتد للسكند بارت بتاع الديودينم، وبوستيرور للسكند بارت بتاع الديودينم هيبقى موجود الانفيرو فينا كيفا. طبعا ده الهيد، الجزء اللي راجع بوستيرور ده الجزء الانسيد بروسيس، وده النيك بتاع الجول بلادر، النيك بتاع البنكرياس، احنا قلنا النيك بتاع البنكرياس محصوره بتوين الرايت بوردر بتاع البورتال فين والليفت بوردر بتاع الابدومينال الاورطه. لاترال لاترال الليفت بوردر بتاع الابدومينال الاورطه بقى البادي بتاع البنكرياس. انتيرو البادي بتاع البنكرياس في جوجينال لوبس زي ما احنا شايفين، يبقى السكند بارت اوف ديودنم محصور ما بين الليفر والجول بلادر والهيد اوف بنكرياس، ده البورتال فين، وده السبلينيك بارت منه السبلينيك فين، وورا السبلينيك فين هيبقى السبلينو ميزنتريك ارتري والاورطه. الاورطه موجود في ريليشن شيب بوستيرلي للنك بتاع البنكرياس، وموجود ورا البادي موجود السوبر رينال جلاند ليفت سوبر رينال جلاند والليفت كيدني. وطبعا السبلين هيبقى ريليتد تحت الميديال بوردر، هيبقى ريليتد للليفت كيدني، وانتيرلي هيبقى ريليتد للديسندنج كولون، ده ترانسفيرز كولون.
الكات سيكشن اللي بعديه هيبقى ده طبعا الفندس بتاع الجول بلادر، موجود في حاجه اسمها باي جول بلادر فصه، وده الفيسرال سيرفيس بتاع الرايت لوب ريليتد للانفيرور فينا كيفا وريليتد للرايت كيدني. الرايت كيدني زي ما احنا شايفين ريست على الماسلز اللي هي سواس ماسل وكوادريتاس لامبورا ماسل وريليتد للريبس. طبعا الليفت كيدني بتبقى ريليتد للتو ريبس رقم 11 و12، الرايت كيدني ريليتد للريب رقم 12 بس. ده طبعا الانفيرو فينا كيفا طالع من قدام الاورتال برانش ده اللي هو اسمه ليفت رينال فين، التو ارتريز ده السوبيريور ميزنتريك فين والسوبيريور ميزنتريك ارتري اللي محصور ما بينهم ديت الهيد بتاعت البنكرياس، موجوده بتوين السكند بارت اوف ديودينم والسوبيريور، والجزء اللي رايح بوستيريوري ده الانسيت بروسيس. طبعا ده اليوجينال لوبس موجوده في الانتيريور ريليشن شيب وانتيريور ليها ترانسفيرز كولون، وده طبعا الديسندنج كولون موجود انتيريورلي للليفت كيدني، فالليفت كيدني انتيريور ليها جوجنال لوبس و الديسندنج كولون. في البوستيريور ريليشن عندي الكراس بتاع الديافرام والسوس والكوادريتاس لامبورم ماسل. طبعا ديت الريكتاي ريكتاس ماسل الرايت والليفت ريكتاس وبينها اللينيا البا والاكسترنال اوبليك وطبعا انتركوستال ماسل والريبس. كات سيكشن ده الفاندس بتاع الجول برادر داخل الجول برادر فصه، وده البارت اللي ريليتد لي الجزء من الجزء من الفيسرال سيرفيس ريليتد للسكند بارت اوف ديودينم، وده الامبريشن بتاع الرايت كيدني على الفيسرال سيرفيس بتاع الرايت رايت لوب اوف ليفر، وطبعا ده الرايت رينال فين وده الانفيريور فينا كيفا وده الليفت رينال فين. طبعا هنا الابدومينال اورطه وطالع منه الرايت رينال ارتري والليفت رينال ارتري عشان يخشوا منطقه الهايلم بتاع الليفت. طبعا احنا عارفين ان الهايلم بتاع الليفت كيدني اعلى من الهايلم بتاع الرايت كيدني، فبتوقع الفيزلز بتاعه الليفت سايد هتبان اللي هو الليفت رينال ارتروبين هيبانوا قبل الفيزلز بتاعه الرايت سايد، وده طبعا الجوجنال لوبس ده قلنا السكند بارت بتاع ديودنم هيبقى موجود على الليفت سايد بتاعهم سويلو ميزنتريك ارتري وفين، ده ديسندنج كولون ده الجزء من ترانسفيرز كولون، وده الهيباتيك فليكشر بيبقى ليتد لمنطقه الفاندس بتاعه الجول بلادر، وده ترانسفيرز كولون الريليشن دايركت ريليشن مع الريكتس ابدومينس ماسل، ده الاكسترنال اوبليك ماسلز وديت الانتركوستال ماسل دي لاتسموس دورساي دي السواس ماسل، وطبعا تو كريولي السبعينين ودي الكوادريتاس لامبورم ده ترانسفيرز بروسيس بتاعت اللامبر فيرتيبري. كات سيكشن اللي بعديه ده الجزء اللي بتوين السكند اند ثيرد بارت بتاع ديودنم، هيبدا الثيرد بارت بتاع ديودنم هيعدي ما بين الفيزلز اللي هو الانفيرو فينا كيفا والاورطا وسوبيرو ميزنتريك ارتو فين يعدوا قدامه، يبقى سوبيرو ميزنتريك ارتو فين هيعدوا قدام الثيرد بارت اوف ديودنم، ويبقى الثيرد بارت محصور مزنوق ما بين الانفيرو فينا كيفا بوستيرلي والاورطا بوستيرلي والانتيرور سوبيرو فينا سوبيرو ميزنتريك فين والارترو فين. عندي هنا ديت الفصه بتاعت الجول بلادر هتفصل الليفر عن الترانسفيرز كولون، وده طبعا الهيباتيك فليكتشر اوف كولون هيعمل امبريشن طبعا على الفيسترال سيرفيس بتاعه الرايت لوب، والرايت لوب بتاع الليفر ريتد للسكند بارت بتاع الديودينم، والرايت بوستيرور ليها هيبقى الرايت على الرايت لوب الامبريشن بتاع رايت كيدني، والرايت كيدني موجود بوستيرور ليها الماسلز اللي هي السواس ماسل والكوادريتاس لامبورا ماسل. الليفت سايد هتبقى ريليتد للديسند كولون والجوجينال لوبس، وطبعا دول طبعا ده رينال فين، طبعا رينال فين دايما بيبقى لونج وبيعدي قدام الابدومينال اورطا اللي هو الليفت رينال فين بيبقى لونج، الرايت رينال فين شورت، على عكس بقى الارتري الرايت رينال ارتري بيبقى اطول وبيعدي ورا الانفيرو فينا كيفا، والليفت بيبقى اقصر لان طبعا الاورطا اقرب للليفت كيدني من الرايت كيدني. دول الجوجنال لوبس وده طبعا ترانسفيرز كولون. كات سيكشن اللي بعديه هيبقى ده نهايه السكند بارت بتاع الديودنم، وده الثيرد بارت بتاع الديودنم انتيرور ليا سوبيرو ميزنتريك ارتري
وفين بوستيرور ليه هيبقى الاورطه والانفيرو فينا كيفا. زي ما احنا شايفين الكدني موجوده برضو ان ريليشن للسكند بارت اوف ديودرم، السكند بارت اوف ديودرم بيبقى قدامها، والهيباتيك الهيباتيك فليكشر اوف ذا كولون. الهيباتيك فليكشر اوف كولون عامل امبريشن على الفيسر سيرفيس بتاع الرايت لوب، وطبعا ده الجول بلادر فوسه جواها الفاندس بتاع الجول بلادر، وده طبعا ده بدايه الاليال لوبس، ده جوجنال لوبس، ده ترانسفيرز كولون، ده الديسندنج كولون موجود الدايركت كونتاكت مع الليفت كيدني، والجوجنال لوبس موجوده انتيرور للليفت كيدني. ده طبعا جوجنال برانشز ارتري وفين، وده غالبا التستيكولار ارتري، ده رايت الليفت تستيكولار ارتري. الكات سيكشن اللي بعديه ده الثيرد بارت بتاع ديودينم، انتيرور ليا سوبيرو ميزنتريك فين وارتري، وده طبعا بارت من الاليال لوبس موجوده انتيرور لليفر. ده طبعا الاسندنج كولون وده ترانسفيرز كولون، الاسندنج كولون ليتد للفيسرال سيرفيس بتاع الليفر، وانا عندي الفيسرال سيرفيس بتاع رايت لوب اوف ذا ليفر ليتد للكدني اللي هي رايت كدني. ده الانفيرو فينا كيفا موجود بوستيرور للثيرد بارت، وده الابدومينال الاورطه، ودي طبعا التستيكولار ارتري وفين الليفت، وده الرايت تستيكولار ارتري، وده اللمبر واحد من اللمبر ارتريز، ده الجوجنال لوبس، ده الديسندنج كولون موجود في انتيرلي للليفت كيدني. الليفت كيدني انتيرور سيرفيس بتاعها موجود جوجنال لوبس والديسندنج كولون. يبقى انا عندي هنا الاسندنج والديسندنج الاثنين موجودين، خلاص الفليكشن خلص قبل كده. ازاي البوس كيدني موجود في البوستيرو بتاعهم؟ زي ما احنا شايفين السواس ماسل والكوادريتاس لامبورم ماسل، وطبعا ريبس بيبقى ريليتد للريبس والانتركوستال ماسل ان بتوين. بعد كده عندي الكيدني برضو، ده ديسندنج كولون، ده الاسند كولون، ده ترانسفيرز كولون، وده الليفر، الليفر ريليتد للانتيرور سيرفيس بتاعت الكيدني، وده بدايه الاليال لوبس، دي كده الاليا لوبس، وده اللاست بارت من الثيرد ديودينم، الثيرد بارت اوف ديودينم ليتد انتيرور ليها سوبيرو ميزنتريك ارتري وفين، وبوستيرولي ليها الاورطه والانفيرو فينا كيفا. عندي على البوث سايد بتاع الفرتبري عندي السواس ماسل والكوادريتاس لامبورم ماسل، الاثنين بيمثلوا بوستيروليشن بتاعت الكيدني. الاتروليشن بتاعت الليفت كيدني موجود فيها هنا الجوجنال لوبس الديسند كولون. على الرايت سايد موجود الاسندنج كولون والاليال لوبس او الاليوم موجود انتيرور للرايت كيدني، طبعا ده اليوريتر اللي احنا شايفينه، ده اليوريتر كات سيكشن، ده اللوست بارت بتاع الكيدني ريليتد للديسندنج كولون والجوجينال لوبس، ده رايت كيدني. طبعا احنا عارفين ان الرايت كيدني هتبتدي بعد الليفت كيدني، فهنلاقي لسه الليفت كيدني بتنتهي ولسه رايت كيدني موجوده ريليتد للاسندنج كولون، وده الاليال لوبس موجود وراها، ادي الانفيرور فينا كيفا والابدومينال الاورطه، ده سوبيريور ميزنتريك ارتري وفين، ودي طبعا الاليال، ده الجوجنال برانشز، وده الاليال، ده غالبا المفروض الميد كوليك ارتري موجود بيتحرك لقدام عشان يخش في الترانزفيرز ميزو كولون، وبعد ما يخش يتقسم الارتر والفين كلهم يتقسموا الحاجتين، يعني هيبقى عند رايت وليفت، رايت وليفت برانش، ده الليفت برانش اوف فين وده رايت برانش اوف ذا فين، ونفس الحاجه الارتري هيتقسم لليفت برانش ورايت برانش. زي ما احنا شايفين الثلاثه لايرز بتاعت الماسلز، الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك والترانسفيرس ابدومينس، وقدام التو ريكتاي ماسل، ريكتس ابدومينس ماسل. في الصوره ديت عندي التورك تاي ماسل انتيورلي، عندي الثري ماسلز، عندي الترانسفيرز كولون والاسند كولون موجود في الانتيور سيرفيس بتاع الرايت كيدني، ده الاليال لوبس، عندي هنا عندي الفيرور فينا كيفا والابدومينال اورطا،
موجودين انتيرور للفيرتبرال بادي، وعلى البوث سايد عندي سواس ماسل وكوادريتاس لامبورم ماسل. ده الاسند، ده الديسندنج كولون، وده الجوجنال لوبس. يبقى الجوجنال لوبس ده بنديناه معانا لحد تحت، موجود على الرايت سايد، على الليفت سايد، وعلى الرايت سايد الاليال لوبس، وده السوبيريور ميزنتريك ارتري وفين. بعد كده ده الجيجنال لوبس الجزء ده، وده بقية الاليال لوبس هتبقى مكوناه، وده اخر بارت من الليفر. هيبقى عندي الفيرو فينا كيفا، وده سوبيرو ميزنتريك ارتري وفين، وده الابدومينال اورطة. على البوس سايد هيبقى موجود السواس ماسل. انتيرو ليها التستيكولار ارتري وفين واليوريتر، مترتبين هنا ارتري فين يوريتر، ارتري فين يوريتر على البوس سايدز. طبعا ده جوجنال برانشز، وده طبعا الديسند كولون. يبقى ده البارا، ده الجتر، ده الرايت ليفت بارا كوليك جتر، ودي الرايت بارا كوليك جتر. كات سيكشن اللي بعديها هيبقى ده جزء من الترانسفيرز كولون، وده البارت الاخير من الاليوم، وده الديسندنج كولون، وده الاسندنج كولون. هنا بقى طبعا بدأ السيكم، هل ايه منطقه ملاقي استراكشر كبير كده، يبقى ده السيكم. عندي هنا ده الانفيريور فينا كيفا، وحصل بيفوركيشن الاورطه، يبقى انا كده عندي اللور بوردر بتاعت ال L4 حصل بيفوركيشن، فتكون عندي الليفت كومن الياك ورايت كومن الياك ارتري، وراهم ورا الرايت كومان الياك هيبقى في الانفيرو فينا كيفا. دول التو سواس ماسل. ده بدا يبان الالياك فصه، ده الالياك فصه بدات تبان، دي الالياك بون، ودي طبعا الجزء الاخير من الكوادريتاس لامبورم ماسل. وطبعا عندي انتيرلي التوريك تاي ماسلز، وطبعا الثري ماسلز الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك وترانسفيرسس ابدومينس. اخر قط سيكشن معانا التوريك تاي ماسلز، الثري ماسلز اكسترنال والانترنال والترانسفيرسس. ده السيكم، ده التيرمينال بارت بتاع الاليوم، ده اخر لوب من الاليوم لما يتحد، فده الاليوسيكال جانكشن، وده الاليوم، وده جزء من الترانسفيرس كولون، وده ده قصدي السيجمويد كولون، المفروض السيجمويد كولون، وده الديسند كولون. يبقى ده السيجمويد كولون وده الديسندنج. عندي هنا بدأ يحصل بايفوركيشن للانفيرو فينا كيفا، المفروض بيتكون من اتحاد التو الياك فينز، ليفت كومان الياك فين ورايت كومان الياك فين ورا الرايت كومان الياك ارتري. والثري ستراكشر احنا قلنا عليهم زي ما احنا قلنا، الرايت تستيكولار ارتري، رايت تستيكولار فين، واليوريتر موجودين على الانتيور سيرفيس بتاعه سواس ماسل. وطبعا ديت اللاست لامبر فيرتبري، الخمسه فيرتبري، ودي طبعا الياكس ماسل.